جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت امرأة فقبلتها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر، فقال إلي بالرجل، فجاء قال صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. هو الرجل على كل حال يعني جاء تائبا والندم توبة، وجاء يعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تائب قطعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح بها الرجل وقال ألي خاصة؟ قال بل للناس كافة.